ينضم إلينا من دبي محلل أسواق مالية في إكويتي جروب رائد خضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رائد. إذا بيانات مخيبة للآمال من الصين أثرت على معظم الأجواء في الأسواق العالمية، كيف أثرت على أسواق العملات تحديدا وخاصة على مؤشر الدولار؟ يعني احنا شهدنا بشكل واضح انه البيانات الصينية اليوم ذات اثر ثقيل كانت على الاسواق ونشرت اجواء سلبية لما يتعلق بالركود او المخاوف من الركود الاقتصادي، ذلك عزز الطلب على الدولار الامريكي وعزز ايضا يعني قوة الدولار الامريكي، فشاهدنا يضغط بقوة امام اليورو امام الجنيه الاسترليني وامام نظرائه حتى ايضا من السلع. طبعا ضغط الدولار الامريكي يعيد للاذهان مرة اخرى ان مخاوف الركود هي تضخمية نتيجة ستاغفليشن، ويجب ان يكون هناك توجه نحو تشديد السياسة النقدية بشكل اكبر. ولكن حسب يعني مؤشر السي ام اي الذي يظهر احتمالية رفع اسعار الفائدة من قبل الفدرال الامريكي على سبيل المثال، لا تزال الاحتمالية الاكبر هي في صالح 50 نقطة اساس لصالح مقابل 75 نقطة اساس. بمعنى يعني بالعودة الى الصين، فالاقتصاد الصيني اعتقد يعني بياناته حتى الان التي صدرت هي مختلطة، في بعضها نعم. كان إيجابي وفي بعضها كان سلبي، لكن تميل إلى السلبية بشكل أكبر. نعم رأد، يعني لاحظنا أيضا يعني في ظل هذه التخوفات وتراجع شهية المخاطرة استفادت العملات من الملاذات الآمنة، نتحدث عن الفرنك السويسري الين الياباني استفادت من هذه المخاوف، لكن هل تبقى ضمن المستويات المتراجعة في ظل القوة التي حظي بها مؤشر الدولار؟ يعني احنا في نقطة بالنسبة للين الياباني، هو بغض النظر عن قوة الدولار الامريكي، الين الياباني كان قد تعرض لموجة طويلة وكبيرة جدا من الانخفاض امام الدولار الامريكي في الآونة الاخيرة، تمكن من تصحيح جزء كبير منها والعودة الى مستويات منطقية بعض الشيء عند 133، ولكن اجمالا لا يزال الين الياباني امام الدولار الامريكي امام مستويات عليا ومرتفعة، ممكن جدا ان يناور مرة اخرى بالوصول إلى مستويات أعلى أمام الدولار الأمريكي ووصولا على الأقل للقمة السابقة عند 137 تقريبا، ولكن أيضا الترجيحات للوصول هذه القمة هي بعيدة المدى، لأنه نحن قرار الفائدة من الولايات المتحدة الأمريكية هو الشهر القادم، ونسبيا أعتقد من الصعب أن يصل إلى تلك المستويات، خصوصا أن السياسة التيسيرية المفرطة أو المبالغ بها في اليابان مثلا اصبحت على يعني مهدده بعض الشيء، خصوصا مع تشكيل الوزاره الجديد. في نقطه اخيره انه بالنسبه للفرنك السويسري ايضا الطلب يستمر عليه كملاذ امن في ظل الركود او مخاوف الركود الاقتصاديه، ولكن لا ننسى ان الدولار الامريكي بحد ذاته ايضا هو وجهه المستثمرين في حاله الخوف في الفتره الحاليه، نظرا لانه اسعار فائده اعلى يعني الدولار الامريكي اقوى. نعم، اذا يعني في ظل هذه الظروف ايضا البيانات الاقتصادية، هل سنرى اليورو يكسر يعني حاجز التعادل بينه وبين الدولار؟ نراه يعني بعض التصريحات تقول بأنه سينتجه نحو 98 سنتا مقابل الدولار. صعب جدا، يعني نحن عم نشوف انه المستويات البارتي او مستويات التعادل مع الدولار الامريكي هي مستويات فنيا قريبه، ولكن واجه ضغوط كبيره جدا الزوج عند هذه المستويات، ارتد سريعا من تلك المستويات وهو الان عند يعني 20 سنت مع من الدولار الامريكي، عفوا دولار وسنتين كزوج دولار امريكي يورو، ولكن النقطه الابرز انه اليورو يتمتع بامكانيه انه العوده السريعه، ربما اليوم ننتظر بيانات مهمه وهي مؤشر زيو الالماني قراءه سلبيه اكثر ممكن تضغط على اليورو باتجاه الباريتي، ولكن يوجد العديد من البيانات التي ممكن ان تعيد اليورو مره ثانيه للارتفاعات في الفتره القادمه. نعم، محلل اسواق ماليه في إكويتي جروب رائد الخضر كنت معنا من دبي، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.